الحرب حولت الحياة إلى ظلام. منذ أكثر من عام والحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا مستعرة. إلى جانب التقارير الصحفية نريد أن نعرف ما مدى تأثير هذه الحرب على الناس. في ظل شتاء قاس حصلنا على أجوبة مثيرة ومفاجئة أيضا. في كييف سمحت لنا عائلة سينتشينكو بدخول حياتها اليوم، بينما توقظ الأم فيتا ابنتيها، يعد الأب أليكساندر وجبة الفطور. هل لديكم كهرباء؟ نعم، لأن المصانع لم تبدأ عملها بعد، فهي تبدأ في الساعة 8 صباحا والساعة الآن 7، لذا من الطبيعي أن تكون لدينا كهرباء. مهنته ككهربائي جعلت هذا الرجل بملابس النوم بطلا، المزيد عن ذلك لاحقا، لكنه أولا بطل في نظر ابنته لأنه يحضر لها مشروب الكاكاو اللذيذ. عندما باغتت الحرب حياة أليكساندر قبل عام، لم يكن يعلم ما إذا كانت هذه الحياة اليومية ستعود. لقد رفضت زوجتي ترك كييف دوني، فقلت لها إنني لا أستطيع الذهاب لأنه علي أن أعمل، فإما أن أعمل أو ألتحق بالجيش لأساعد قدر الإمكان. لكنني اتصلت أولاً بزملائي وقررنا الذهاب إلى العمل في أول يوم من الغزو لنتشاور فيما يجب علينا فعله بعدها. كان بإمكاني أن أطلب التطوع في الجيش وربما كانوا سيقبلونني، لكنني قررت القيام بالعمل الذي أتقنه على أفضل وجه لأكون مفيداً قدر الإمكان. دور أليكساندر ضروري لمئات الآلاف من الأوكرانيين. هو وزوجته فيتا يتشاركان الدرب منذ أيام الدراسة، واليوم هما مسؤولان عن طفلتين صغيرتين وسط الحرب. الطفلتان خائفتان، لكنهما اعتادتا على ذلك. لم نعد نسمع أصواتا صاخبة قريبة كما في الأسابيع الماضية. على فيتا الذهاب إلى عملها في المختبر الطبي، بينما يأخذ أليكساندر طفلتي إلى روضة الأطفال. في أيام كهذه دون انفجارات وانقطاع تيار الكهرباء تبدو حياة الأسرة في كييف طبيعية إلى حد ما. في داخلك تدرك أن كل شيء قد يتغير خلال لحظات، فما يبدو طبيعيا هو في الواقع غير ذلك تماما. ألا تشعر بأن الوضع طبيعي؟ يشعر المرء دوما بأنه وسط حرب، إنه شعور سيرافقنا طويلا. نأمل أن ينتهي كل شيء بحلول نهاية العام، لكن هذا الشعور بكل ما حدث سيرافقنا طوال حياتنا. بصواريخ وطيارات مسيرة هاجمت روسيا أوكرانيا ودمرت أكثر من 100,000 مبنى وقتلت عشرات الآلاف من الناس، ولا تبدو لذلك نهاية في الأفق. الدبابات الروسية المحطمة منتشرة في وسط العاصمة كييف. الحرب حاضرة في كل مكان هنا، وكذلك الرغبة الملحة في حياة طبيعية.
في كييف تنتشر أكشاك بيع القهوة في كل زاوية. الكهرباء مقطوعة في هذا الكشك حالياً، لذا يتم استخدام مولد كهرباء يعمل بالديزل. صوته صاخب، لكن رغم ذلك توجد قهوة. وهذا يبين كيف يحاول الأوكرانيون والأوكرانيات مواصلة العيش بشكل طبيعي. توجهت إلى زيارة فلاتا، وهي فنانة أسست مع أصدقاء لها جبهة كييف الثقافية، وهي تضم موسيقيين وموسيقيات يغنون للجنود ويجمعون التبرعات. إنهم شباب يستمتعون بحياتهم، لكن الحرب حاضرة في موسيقاهم أيضاً. أصبحت حرب العدوان الروسي حافزاً لي. لم يسبق لي أن ألفت هذا الكم من الأغاني، كما أنني توقفت عن غناء ما ألفته قبل الحرب، والحال نفسه مع ألبوم فلادا الجديد. هناك تحول الآن. العمل التطوعي يمنحهم القوة والطاقة للتغلب على تجاربهم المؤلمة. اليوم يريدون نقل هذا لغيرهم. نحن نغني لجنود خرجوا لتوهم من المستشفى. نريد إعادة شحنهم بالطاقة مجدداً، وأن نقول لهم نحن معكم. هذه هي جبهة قتالنا. ليست المسألة مسألة عضلات فقط، بل هي في القلب. الجبهة هنا، هذه هي رسالتنا. إنهم في طريقهم لتقديم حفل في مكان قريب من كييف. لا يمكننا ذكر اسمه لأسباب أمنية. من المتوقع أن يشارك جنود كثر. لكن فجأة، ولأول مرة منذ عدة أيام هادئة في كييف، دوى إنذار، وأصبح احتمال تقديم الحفل غير مؤكد فعلاً. لكنهم يعبرون على قلقهم بروح الدعابة. ألم يعد صوت الإنذار يخيفكم؟ لا. بينما تضرب الصواريخ العاصمة، واصلوا هم رحلتهم. في الصباح الباكر في محطة القطارات في كييف. سأسافر إلى خاركيف مسقط رأسي، وهي تبعد 5 ساعات بالقطار نحو الشرق. المدينة دمرت بشكل كبير وتضررت فيها شبكة الكهرباء بعد أن ضربت الصواريخ الروسية العديد من محطات الطاقة. غادر والدي خاركيف في عام 1995. يعيش جزء من عائلتي في أوكرانيا والجزء الآخر في روسيا. الآن أنا متحمس لمعرفة ما ينتظرني في هذه الرحلة. بعد الهجوم الروسي، نقلت القطارات ملايين الأشخاص إلى بر الأمان. ورغم الهجمات المتواصلة، تستمر القطارات في العمل وفي مواعيدها المحددة. وهذا ما يعتبره كثيرون مسألة حياة أو موت. التقيت في القطار بأولينا التي فرت قبل عام من الشرق إلى الغرب. بقيت مدينتها محتلة لأشهر، والآن تعود إليها لأول مرة. بماذا تشعرين وأنت في طريق العودة؟ لم تعد هناك مدينة. لقد دمرت. ليس لدي منزل أعود إليه. لهذا السبب سأذهب إلى ابني في بلاكليا. كنت أرغب بشدة في العودة إلى منطقتنا، إلى بيتي، ولا شيء آخر. تعبت من كل شيء. لقد سئمت الخوف كحال كثيرين. خاركييف ثاني أكبر مدن أوكرانيا.
تقع شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود الروسية. كان يعيش في منطقة سالتيفكا نحو نصف مليون شخص، والآن أصبحت مهجورة. شقة ليديا في الطابق الثامن دمرت بالكامل. يقولون بأنهم سيعيدون بناءها، كيف يمكن هذا؟ عادت ليديا فقط لأنها وعائلتها يبحثون عن كتاب مقدس هو إرث قديم كما أخبرتنا. كان هذا المكان منزلها لثلاثين عاماً. المسافة بين شقة ليديا المدمرة وروسيا 30 كيلومترا فقط. هذه كلها كانت شققا سكنية. في الأسفل عاشت ليديا مع زوجها. أجد صعوبة في إيجاد الكلمات المعبرة، لكن هذا المكان، هذا الدمار يظهر مدى وحشية الحرب العدوانية. فجأة حلت لحظة فرح وجيزة. إنه الكتاب المقدس، يعود لعام 1904. تتوارثه عائلتنا منذ أجيال، وللتو وجده ابني. بعض التذكارات الشخصية، هذا كل ما تبقى لهم. مع كل هذا الدمار، ما يزال سؤال ليديا لا يفارق تفكيري: كيف سيتم إعادة بناء كل هذا؟ نعود إلى كييف. بعد قليل تبدأ وردية عمل الكهربائي ومدتها 12 ساعة. كل شخص يحارب على جبهته الخاصة. البعض يواجه العدو بالمدفع الرشاش على الخطوط الأمامية، ونحن لدينا جبهتنا الخاصة ومهامنا الخاصة. وجودي هنا مجد حتى الآن. أنا لا أتحدث عن المستقبل. قد أحمل لاحقاً السلاح للدفاع عن الوطن. جبهة أليكساندر هي محطات توليد الطاقة في العاصمة التي تعرضت لحريق هائل منذ أكتوبر الماضي. مهمته هي منع انقطاع التيار الكهربائي. يتم حالياً استخدام حوالي 50 إلى 60% من الكهرباء المتوفرة. تستهلك 35% منها في البنية التحتية الحرجة. ابتداءً من الساعة 9 تبدأ المصانع عملها على قدم وساق. عندئذ يتعين على المزيد من العائلات الاستغناء عن الكهرباء. الأولوية لعمل المصانع التي تنتج الخبز والمعكرونة. يعمل أليكساندر رفقة كونستانتين منذ 6 سنوات، وهما يتنقلان بالسيارة بين مختلف المحطات.
إنهما يديران القواطع بطريقة تجبر الجميع على الاستغناء عن الكهرباء لبضع ساعات وليس كلياً. قد لا يبدو عملهما خارقاً لكنه يتطلب الصبر، فتصليح الكهربائيين لما دمرته الهجمات الروسية يجعلهما أبطالاً في العديد من الأماكن. هل تشعر بهذه الحياة اليومية؟ بدأ الناس يعاملوننا باحترام أكبر ويدركون أهميتنا، فنحن قبل الحرب لم نكن مرئيين لأحد عملياً. كانت الكهرباء موجودة دائماً، وإذا حدث وانقطعت يصبح الناس تعيسين فجأة ويتذمرون من هذا. أما الآن فأصبحوا أكثر تفهماً ويكنون المزيد من الاحترام لنا. حتى الجيران يحيونني هذه الأيام، لم أكن أعني لهم شيئاً سابقاً. الجبهة الثقافية تستعد رغم الإنذار الجوي والهجمات ودرجات الحرارة دون الصفر. قرر الفنانون حول فلادا عزف الموسيقى للجنود. يقاتل أنتون في شرق أوكرانيا الآن. كان قبل عام أخصائياً في تكنولوجيا المعلومات. من الناحية العاطفية يبدو الالتحاق بالجيش أسهل بكثير من أن تبقى مواطناً مدنياً، فأنت كمدني ستفكر باستمرار فيما يمكن أن تفعله، سواء التبرع أو المساعدة أو الهرب. هناك عدة خيارات. أما دخول الجيش فسهل جداً، يكفي أن تنضم إليه لتتلاشى جميع الأسئلة في رأسك. لديك زوجة وأطفال، كم عمر أطفالك؟ عندي ابنة عمرها 5 سنوات. عم تسألك عندما تكون في المنزل؟ تسألني كم سأبقى في المنزل؟ قد تكون مغادرة المنزل أصعب لحظة. أخبرني أنتون أنه ترك عائلته في وقت مبكر خوفاً من أن يصبح الوداع صعباً. كل واحد موجود هنا كان في الجبهة وسيعود إليها بعد قضاء إجازة لبضعة أيام. قريباً سيتوجه هؤلاء الرجال إلى باخموت التي تشهد صراعاً مريراً، وبالضبط على الجبهة التي قضى فيها شريك فلادا وحبها الكبير قبل بضعة أشهر. هل يمكنك أن تصفي بكلمات ما شعرت بها عندما علمت بالأمر؟ لا، ولكن مع الموسيقى؟ كنت في تلك اللحظة على خشبة المسرح. كتب لي زميل له، كتب كلمة مرحبا فقط، وفهمت فورا أن صديقي جريح أو ميت. كتب أن صديقي سقط. خرجت من العرض وجلست على الشرفة. لا أذكر تلك اللحظة تماما. كانت هناك استراحة وخرج الجميع وجلست هناك وبكيت. لا أتذكر الأسبوع الأول بعد وفاته، لكنني أهديته الكثير من الموسيقى. هذا كل ما لدي، لا أملك ما هو أثمن منها. لدي بالطبع أصدقاء، لكنني لا أملك ما هو شخصي أكثر من الموسيقى. Thank you.
رأينا جنودا تملأ الدموع محاجرهم. نعم، يمكن أن أقول هذا عن نفسي وعن آخرين أيضا. لقد أصبحنا عاطفيين وحساسين أكثر. عندما أسمع أغنية مؤثرة أذرف الدموع فورا، وهذا لم يكن يحدث من قبل. نحن الآن في طريقنا إلى مكان لن نذكر اسمه، فهنا تتم العناية بالجنود للمحافظة على استقرارهم النفسي قدر الإمكان. منذ الصيف، وألكسندر يقدم للمقاتلين برنامج إعادة تأهيل مدته أسبوع، إلى جانب علاجات مختلفة يتم التركيز على الحديث بالحديث والنقاش. كيف نجحت في إقناع الجنود بالمشاركة في كل هذا؟ كل شخص لديه قابلية ليفتح قلبه عاجلاً أم آجلاً. عليه قبل كل شيء أن يتحدث ويشرح مشكلته. كلما تحدث عن مشكلته أكثر تصبح الأمور أسهل عليه في المستقبل. كلما حاول إخفاء مشكلته زادت النتائج السلبية التي تصل إلى حد الانتحار. مشروعه لا تموله الدولة، بل يعيش من التبرعات، وبشكل أساسي من الدول الأوروبية الأخرى. يوجد ما يصل إلى 80 مكاناً للعلاج. حصل أندري على واحد منها. كان قبل ساعات قليلة لا يزال في الجبهة. يتجاهل الجندي حالته النفسية في المعركة، لكن عندما يعود إلى ثكنته يستريح ويتعافى ويحاول استعادة توازنه. ثم بعد أسبوع أو أسبوعين يبدأ بتحليل كل ما مر معه وعايشه، ويستوعب أن هناك رصاصة قد حلقت فوق رأسه وانفجر لغم بقربه، وأنه نجا من دهس دبابة بمعجزة. إنه يدرك أن هناك عشرات الحالات التي كان من الممكن أن تودي بحياته. عندئذ فقط يستوعب أنه نجا حقا. قرية صغيرة على بعد نحو 15 كيلومترا عن الحدود الروسية. الخطر وارد، ولذا ارتديت سترة وقائية. دمرت قرية سلاتيني كلها تقريبا. لم يرجع إليها سوى بضع مئات من السكان، من بينهم الطبيبة لودميلا. هذه هي المنطقة الوحيدة التي يمكننا التواجد فيها. كيف تعملين هنا وكل شيء مدمر من حولك؟ نعمل هكذا طوال الوقت. نحن نعيش ونعمل هنا. أولئك الأقوياء ذهنيا ونفسيا يعملون. أبناؤنا يقاتلون ورجالنا يقاتلون، ونحن نعمل على هذه الجبهة. لودميلا هي الطبيبة الوحيدة التي تعتني بقريتها كلها أثناء الحرب. لقد أرتني أماكن عملها. في السابق كان هناك قسم خاص لعلاج الأطفال فقط، لكن الأضرار كبيرة، وهناك أعطال في شبكة الكهرباء والتدفئة. باستثناء لودميلا وممرضتين معها، لم يعد يعمل أحد في هذه العيادة. الحرب تدمر الجسد كله، وكما يبدو الدمار في الخارج تدمر الروح أيضا. أول من يتعب ويعاني هو القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي. منزل فيكتوريا ممرضة لودميلا قريب جدا من مكان عملها. أقاربها على بعد كيلومترات قليلة في روسيا يدعمون الحرب ضد أوكرانيا.
طوال فترة شبابي ونحن نسافر إلى هناك ونزور روسيا، والآن قطعنا كل الروابط الأسرية. إنهم يقولون إنه خطأنا وأننا نطلق النار على أنفسنا، هكذا يقول أقاربي. تعيش فيكتوريا في شقة مستأجرة في خاركيف، تنتقل بالحافلة وتمر عبر أنقاض حياتها السابقة كل يوم. قبل 9 بقليل انتهت وردية عمل الكهربائي أليكساندر. عادة تكون الشوارع في طريقه إلى المنزل مضاءة بشكل جيد، لكن منذ عام لم يبق هناك شيء عادي في أوكرانيا. يراودني سؤال ملح، وهو كيف ترى هذه العائلة الشابة مستقبلها؟ لا نعلم ما إذا كان إنذار الغارة الجوية التالية سينتهي بصاروخ يضرب بنايتنا أو بناية أخرى، أو بصاروخ يصيبنا عندما نكون مسافرين في السيارة إلى مكان ما. ليست الصواريخ فقط، بل هناك طائرات مسيرة. نحن قلقون على حياة طفلتينا ومستقبلهما. نريد أن يكون لهما مستقبل في بلادنا لا في الخارج، لأن الوضع هناك أكثر أماناً. نعم، أصبحت الحياة في أوكرانيا صراعاً يومياً، التهديد المستمر والحرب المرهقة على عدة جبهات، لكن الأوكرانيين يدعمون بعضهم البعض ويستمدون قوتهم من هذا الدعم. جميعهم يعيشون على أمل أن ينتهي الظلام وأن تضع الحرب أوزارها.